كباب لحمة وفي كباب فراخ. وصفتنا النهاردة كباب حلة. في حلة على النار هنحط سمنة، هناخد نص كمية البصل القوارمة هنشوحه شوية في السمنة. بعد ما شوحنا البصل هننزل باللحمة ونشوح شوية. بعد ما اللحمة خدت لون هنحط نص كمية التوابل. أول حاجة هننزل برشة حبهان مطحون، رشة صغيرة جوزة الطيب. هنغطي اللحمة بمية سخنة مغلية، بعدين نغطي الحلة ونسيبها على نار هادية تكمل تسوية. اللحمة هنا خلاص دخلت في التسوية، هنضيف عليها نص كمية البصل اللي عندنا متقطع أنصاص، وهنبدأ نملح. هنحط معلقة ملح، وفي الآخر هنحط رشة فلفل أسود ورشة جوزة الطيب. هنحط معانا آخر رشة الفلفل أسود ورشة جوزة الطيب ونغطيها ونسيبها تكمل تسوية. وبعد ما خلصت وصفتنا أتمنى تجربوها، وما تنسوش دايما الوصفة عندنا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.